اذا الانكار سيرفي عندي هون. هلا بنعمل نفس اللي عملناه المره الماضيه، حتى اظن المثال اللي عملناه المره الماضيه هو اول خمس دقائق من هدول. فعندي الانكار سيرفي، طبعا هذا 1 كار، بس انا ما راح اخذ منه الماجنتيود، بدي اخذ منه النسب، بهمني الريلاتيف سترينث. فعندي 9 و10، لما بنقول 9 و10 يعني من 9 و10 و00 الى 9 و14 59، لانه اللي بعديها راح تبدا 9 و15. فعندي هون زي ما كنا نعمل المره الماضيه ground 4 in second 1 out 1 in. بعدين عندي طابق الخامس 2 out. بعدين عندي الحادي عشر 2 out. فهيك هلا هون لحد هون عندي 4 ان 4 ان 1 اوت 1 ان ما اثروش، والاربعه هذول راحوا 2 و2 فاضي هلا الكار، مش هيك؟ هلا بوقف هو على العاشر لسبب معين ايدل، بعدين بروح على 1 ثيرد ثالث 1 ان بعدين عندي هون جراوند 1 اوت و10 ان. هلا هون بعرفش وين نحط الريفرسال، انا حاطط الريفرسال المفروض نحط ريفرسال هون مظبوط. هلا يا بنحط الريفرسال هون يا بنحط الريفرسال هون. دخل عندي واحد ونفسه هو طلع هون. هون العاشر كان العاشر هذه هون ايدل جيرني ما إلها معنى، هو وقف هون عند العاشر لسبب معين، يا اما الجروب كنترول سيستم عماله بوديه على مكان مناسب، او انه مثلا اجا طلب يعمل باركينج يرجع يعمل باركينج مثلا على الطابق الارضي وبعدين مثلا رد عكس او شيء زي هيك، ما بنعرف شو تفسير هذه من هون. مش شرط انه يكون شيء غلط، صار شيء بالكنترول سيستم، حتى نفهمه هذا نفهم الكنترول سيستم صعب من هون، بس احنا بنفترض انه ما في شيء غلط هون لانه بابه ما فتح اصلا. فراح هو من ال11 نزل لل10، هلا يمكن يكون انطلب باركينج للارضي، بس بعدين وصل ناس على الارضي مصاعد ثانيه على الارضي ووقف هون على العاشر. هلا صار عندي في 10 ان من الجراوند، هلا من ال10 اللي دخلوا ان على الجراوند عندي الثاني سكند 2 اوت طلعوا 2، بعدين عندي السادس 6 وطلع عندي 7 اوت، وبعدين الحادي عشر 1 اوت. مظبوط هذا العدد هون لانه هون عندي جراوند. خلينا نشوف مظبوطين هذول كم واحد عندي اللي طلع اللي دخل هون طلع هون دخل عندي 10، ال10 راح 7 و2 1 مظبوط. هلا رجعنا على الجراوند، هلا في اللحظه اللي رجعنا على الجراوند دخل 5، وين نحط هذول الخمسه لانه صارت 9 و15 في اللحظه هاي. شو رايكم نحط الخمسه هذول نحطهم تحت، راح احط جراوند هون بس راح انزل هلا هون نقول 9 و15 وراح اعيد كلمه جراوند هون، فهي مشبوكه فيها. هلا عندي دخلوا 5 5 ان، بعدين رحنا على الاول 1 اوت، بعدين عندي الرابع 1 اوت 1 ان، بعدين عندي السادس 1 ان 2 اوت، بعدين عندي العاشر 10 2 اوت، عندي في هون العاشر داخل بال طبعا هو المفروض هذا 1 ل 6 1 ل 6 اظن ولا لا، ولا عم بروح اقول عم بروح على 6 بروح على 6 بس بالإضافة لهم في العاشر والحادي عشر مظبوط. بعدين عندي وصلنا العاشر 2 اوت، بعدين بنروح على 11 1 اوت،
11 واحد اوت 4 ان. بعدين الخامس هلا هون في ريفرسال. الخامس خلينا نتاكد انه هذا الشغل مضبوط. 5 ان 1 1 1 بيلغوا بعض مش هيك؟ فالخمسة راح من 1 ضل 4، ال 4 راحوا 2 و 2. هلا هون نزلنا هون رحنا بعدين من ال 10 ل 11. في واحد دخل في النار. وين اللي دخل؟ من السادس. من السادس عفوا، احنا وقفنا هون 2 و 2. دخل واحد. طلعوا. التنين هذول، التنين هذول مضبوط، والواحد ان هو الواحد اوت اللي هون. دخل أربعة نازلين اللي هم الأربعة اللي هون. رحنا بعدين على 11 1 اوت 4 ان، الفيث 2 اوت. إذا الأربعة هذول راح منهم اثنين هون. بعدين عندي الرابع فورث 1 ان 2 اوت. هلا هذول التنين والتنين هم الأربعة هذول، بس دخل عندي واحد مش هيك من الرابع. فلما بنزل على الجراوند الآن ايش لازم يطلع عندي؟ 1 اوت. وهي عندي ريفرسال هون. و6 ان 6 ان. هلا الريفرسال يا بنحطه هون يا بحطه هون. عندي هلا سكند 1 اوت، هذا واحد من مين؟ من الستة هذول. وبعدين عندي الرابع فورث، والفورث أربعة أوت ضل واحد. وبعدين عندي تنث ون أوت. وهون في ريفرسال مش هيك؟ لأنه عشرة. بدي أرجع أنزل على جراوند. على جراوند عندي ثمانية إن، الرابع فورث أربعة أوت، الخامس واحد أوت، من ثمانية هي أربعة وواحد، السادس اثنين أوت، والعاشر واحد أوت. اكتملوا هيك ثمانية أربعة وواحد، خمسة خمسة وثلاثة ثمانية. على العاشر صار في ريفرسال، نزلنا على الخامس ووقفنا. بعدين من الخامس نزلنا على الجراوند 6 ان. الخامس نفس الشيء بكون نزل يعمل باركينج. هذا لما نيجي نحكي في الجروب كنترول رح يحكي شوي عن فكره الباركينج. اذا هون عندي 6 ان جراوند 6 ان. بعدين عندي الاول فيرست 1 اوت. بعدين عندي الرابع 2 اوت. بعدين الخامس 1 اوت. شو صار عندي؟ 6 1 1 ضايل 2. الخامس واحد اوت، والسادس واحد اوت، واخر اشي العاشر واحد اوت. بعدين خلص الوقت اللي